دايما شايف المحطة على حطة يدك من يوم خلاها الشاي وردتها منها، وهذا أنا قاعد أضبط وأحاول أخليها يعني تناسب الـ الـ المكان. بس هي شغلتها بسيطة ترى، يعني أنت لو جيت ضبطت الأمور معنا بتطلع ممتازة، وشغلها مو بصعب. يعني مين يجيك أحد يوقف قل له بمية، الخمة بمية، إلا إذا شاف العداد فأنت صرف، قول أصرفك دراهمك وكذا. فقيت أشياء سهلة ما في شيء صعب. والله ما أدري كيف أشكرك، لأني فعلا محتاج هالوظيفة. الله يسعدك يا حبيبي، إيش دعوة، تشكر أخوك، عيب عليك. صح إني أنا ضفيتك، خليتك تنام على فراشي، وناصر طلعك بغيت تموت، ولميناك وأكلناك وشربناك، بس ولو تظل أخونا وعزيز وغال. الله يسعدك، بس لو ما فيها إحراج ودي أسأل كم تعطيني راتب؟ يا أخي يطلب من أخوه راتب؟ لا لا أنا بديت أزعل. لا هذا مو لا 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 ولا تزعل ولا شيء، بس لا لا فعلا انا احتاج راتب. كلنا نحتاج راتب يا بدر، ايش فيك؟ بس ما في احد يطلب من اخوه راتب، عيب. خلنا اول شيء نجربك نشوف انت تعرف تشتغل، تعرف تتصرف في المحطه، ولا انت بس قاعد تتفلت علينا ما ادري ايش قاعد تسوي. لا لا ولا يهمك، من حقك انك تجربني يا بدر، لا تشيل هم. بس كم بتكون فتره التجربه؟ والله الله يعطيك طول العمر. ايش تقصد يا العجوز؟ لا لا تحملتك بالسلامة بس. الله يسلمك. ايه وش قلت لي كم فترة تجربة؟ بدر ايش فيك؟ باقي تقول لي تجربة؟ ما هو تشتغل هنا احسن لك من قعدك نايم. انت بس توقف تاخذ الطرمبة تعبي بنزين توقف. في شغلة غيرها؟ يلا خليك رجال اشتغل، ولا خلصت حاول تنظف لي ذا البلاوي اللي في الأرضية، شوف مليانة الدنيا تراب وزيوت وبلاوي. يلا شد حيلك خليك رجال. أبشرك.